معهد السلامة والصحة المهنية التابع لمديرية القوى العاملة بأسوان دورة تدريبية لمجموعة من العاملين في القطاع الصحي والبيئي، وذلك في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. تستمر فعاليات الدورة لمدة 10 أيام، وتفاصيلها في تقرير الزميل جمال صيام. في إطار الدور الذي يقوم به معهد السلامة والتابع لمؤسسة الثقافة العمالية في مجال رفع مستوى الوعي والتدريب على أساليب وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ينظم المعهد دورة تدريبية لمجموعة من العاملين بمديرية الصحة ومركز علاج الأورام وجهاز شؤون البيئة بأسوان. احنا النهارده بنتكلم على السلوكيات التنظيميه للعامل للتاثير على السلامه والصحه المهنيه، بمعنى ان احنا بنبتدي على اساس ان علاقه السلامه والصحه المهنيه وارتباطها بالسلوك التنظيمي للعامل، بمعنى ان السلوك التنظيمي هو ارتباط العامل بسلوكيات العمل بما فيه الانتماء التنظيمي وانتمائه للمؤسسه داخل العمل، وكمان في حاجة اسمها الانتماء العاطفي ومدى حبه وعلاقته بالعمل، لو كده الانتماء الاستمراري وجود العامل واستمراريته داخل المكان، وان هو بيحس انه هو طلع زي السمك لو طلع من المية هيتأثر تأثير كلي وجزئي. كمان في بقى بنشرح لهم برضو انواع العدالة، هناك العدالة الاستمرارية، العدالة التنظيمية، العدالة الإجرائية، بمعنى إن عدالة الإجراءات في المكافآت، عدالة الإجراءات في الإجازات، عدالة الإجراءات في أي شيء مرتبط باللوائح والتنظيم. علاوة على كده كمان بنتكلموا على أنواع الانتماء على أساس نوع عملية من أنواع الانتساب. بنتكلم معاهم برضو في أنواع السلوك، هناك سلوك إنساني اللي هو السلوك الفطري للعامل، وهناك سلوك اللي هو بنسميه السلوك التنظيمي وارتباطه باللوائح والتنظيم المنظم للمنظمة. فبالتالي هناك فرق بين السلوك، حيث يقوم بالتدريب متخصصون في مجال السلامة والصحة المهنية، وتتناول الدورة التدريبية أهداف السلامة والصحة المهنية والتشريعات المنظمة لها وأنواع المخاطر المختلفة التي قد يتعرض لها العاملون في المنشآت المختلفة، وكذلك دور الأطراف المعنية في تأمين سلامة بيئة العمل. حاليا بننظم دورة أخصائي سلامة وصحة مهنية في مجموعة من معهد الأورام ومجموعة من مديرية الصحة، وتهدف الدورة تدريب العاملين لسلامة المنشأة وسلامة العاملين، وفي عندنا محاضرات مخاطر كهربائية ومخاطر ميكانيكية ومخاطر فيزيائية ومخاطر كيميائية ومخاطر بيولوجية، وأهم حاجة سلامة المنشأة وسلامة العامل. كما تتناول الدورة التدريبية دور لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت العمالية والمنظمات والهيئات المعنية والتشريعات الخاصة بهم. أهمية السلامة والصحة المهنية دلوقتي لكل العاملين في المصانع، في الحاجات اللي هي لمسة الشغل الوظيفي اللي هو بيكون في تعامل مع سواء مواد خطرة أو مواد مشعة أو تعامل مع المصانع، لازم يكون كل العاملين بالجهات دي تكون على اتصال دائم بخطط السلامة والصحة المهنية بالنسبة للمصنع أو للمنشأة. ليه؟ عشان هو بيحافظ على سلامته الشخصية وسلامة الآخرين، لأن تأثيره على المنشأة هيبقى تأثير مهم جدا. لو الموظف أو العامل ما اهتمش بالسلامة والصحة المهنية يبقى هو في ان هو عدم تواجده، وهيضر نفسه بان هو المعيشه بتاعته هتقل، لانه بالتالي هيصاب، فبالتالي هيبقى هو مصدر رزقه متوقف. فده من اساسيات ومن اهميات السلامه والصحه المهنيه. تعد القوى العامله هي العصب الاساسي للانتاج
فمن ثم فإن السلامة والصحة المهنية لهذه القوى العاملة لابد وأن تحظى بقدر كبير من الاهتمام، وتأتي هذه الدورة التدريبية لتبرز أهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في توفير الأمان والحماية اللازمة للقوى العاملة وتأمين المنشآت من المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها. من الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بأسوان، جمال صيام، قناة طيبة.